بضباط جرى تقديم الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر لوزارة الصحة 2019-2025 التي تم إعدادها في إطار تفعيل الشراكة بين الوزارة والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا. وتهدف هذه الاستراتيجية التي تندرج في إطار تنزيل الإجراءات المندرجة ضمن مخطط الصحة 2025 إلى إرساء أسس سياسة وزارة الصحة الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها عاملا أساسيا لحكامة جيدة للمنظومة الصحية الوطنية وتطويرها من خلال الاستثمار في تقوية كفاءات وقدرات كافة أطر الوزارة والعمل على إنتاج مختلف المعارف والخبرات العلمية والتقنية الضرورية للرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. الرؤية ديال الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية هو الرفع من المكانة ديال التكوين المستمر في المنظومة الصحية الوطنية وجعلوا واحد العامل ديال مصاحبة التغييرات ومصاحبة الإصلاحات اللي كتعرفها هذه المنظومة واللي غتعرفها هذه المنظومة. والهدف هو أنه نقوي من الكفاءات ومن القدرات ديال جميع المهنيين ديال الصحة في وزارة الصحة عبر يعني تقريبا 70 ديال الوحدات اللي غتهم جميع التخصصات الطبية والشبه الطبية والإدارية والتقنية باش يمكن يعني نواكبوا التحولات اللي كيعرفها هذا القطاع على كل المستويات. هذا وتتكون الاستراتيجية الوطنية للصحة 2019-2025 من 4 مجالات استراتيجية يخصص كل منها لإطار محدد يروم تعزيز منظومة التكوين المستمر للوزارة ويقوم على توجهات عامة تحدد آفاقها.